السلام عليكم، مرحبا بكم. دونك بطبيعة الحال يظهر لي مباراة نهائي ما تستحقش تقديم كبير. أكيد الناس كل باش يكونوا موتيفي ومتهيئين للفينال. بطبيعة الحال مش كل يوم تلعب فينال، بالنسبة للمدرب أو لاعب أو مسؤول هذه فرصة كبيرة انك تحاول تربح الفينال هذه. كيكسبا معناها نتكلم على بركان ولا احنا على زمان، تعرفوا الباركور كان طويل. دونك لي دوز ايكيب تعبوا باش وصلوا للفينال. بالنسبه لينا ان شاء الله نكونوا حاضرين وعلى اتم الاستعداد غدوه في 90 دقيقه ان شاء الله. Dan, shukran, coach. Merci. Nous poserons tout à l'heure la question à Dayo Issoufou, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, pour vous donner la possibilité de changer les micros. Nardo Awal, Soal. Rien. Micro, s'il vous plaît. Coach, مرحبا بك. محمد شلاي, لو 360 سبورت. كوتش, عندكم تجربة تدريبية بمصر بالدوري المصري مع فريق البورسعيدي المصري وسيراميكا كيلوباترا, وحققت نتائج جيدة مع فريق النادي البورسعيدي, والإعلام المصري يشيد كثيرا بخبرتك وخبرة محلل الأداء الكابتن سيمو, ويتخوف من درايتك بالكرة المصرية وطريقة لعب نادي الزمالك. ما رأيك كوتش في هذا الموضوع؟ شكرا. أول حاجة من خلالك نحب نقدم التحية للناديين اللي كنت خذت تجربة معهم, نادي المصري البورسعيدي ونادي سيراميكا كليوباترا, من أحسن الفترات اللي كنت موجود فيهم, ونتمنى لهم كل التوفيق. وبالنسبة لي كنت في البطولة المصرية, بطولة ممتازة معناها فيها لاعبين ممتازين. حتى لو كان نشوف معناها مثلا أنا نعرف الدوري المصري ولا كيف من الزمالك, فما ناس يعرفوا طريقة اللعب. كل شيء مكشوف, وبطبيعة الحال سيمو محل أداء ممتاز, ويعرف يعني نقاط قوة وضعف أي فريق. نحاولوا أنه نكونوا ديما نتعاملوا مع كيف ما قلت لك الايجابيات والسلبيات لكل فريق, ولكن حقيقه الميدان والمباراه تختلف. ما فما حتى مباراه تشبه لاختها, وما فما حتى اكسيون تشبه لاختها. دونك لازم نكونوا صحيح, هذوما حاجات اللي يسهلوا عليك نوعا ما تحضير المباراه, ولكن خلال المباراه ممكن تصير اشياء اخرى. تفضل. كوتش سامي متوكي, صاحب قناه شوف تي في. كوتش, اكيد فريق النهضه الرياضيه البركانيه قبل ما يقود النهائي جرى عده مباريات حاسمه لا في البطوله وكذلك في كاس العرش. ماذا عن الطراوه البدنيه وجاهزيه اللاعبين ذهنيا وبدنيا هذا النهائي؟ بطبيعه الحال يظهر لي كنا في فتره وان كان فما ريتم بالنسبه لنا, وكنا في نسق تصاعدي, ومن بعد خذينا يمكن فتره نتاع 20 يوم وين ما لعبناش وما فماش كومبيتيسيون, ومن بعد رجعنا ديريكتومون لعبنا 120 دقيقه في ماتش صعيب ضد الفار, وكان فيه رهانات كبيره وصلحت لضربات الجزاء. دونك بلوز او موان سور لو بلان فيزيك رجعنا شويه مع اللاعبين لي روبير والريتم تاع الكومبيتيسيون والتنافس. ثم المباراه اللي فاتت زاد مع مغرب التطواني كانت مباراة ممتازة وعطتنا ريتم, مالغري اللي عندنا معناها كالكو بليسي وتعرفوا الناس الكل معناها دوبوي كالكو سمان, ومالوروزمون يوسف الزغودي تضرب في التمارين قبل ماتش المغرب التطواني, ولكن ان شاء الله الناس الكل حاضرين ان شاء الله باذن الله فيزيك ما ومونتال ما يكونوا حاضرين باذن الله. كوتش مساء الخير, وديع احتي اذاعه ميديان الدوليه. عندي سؤال تقني محض, يعني من خلال الاحصائيات تقريبا فريق نهضة بركان التسديدات على المرمى كثيره, ولكن التسديدات المؤطره دائما ما تكون قليله. هل تم بالفعل الاشتغال على هذا الجانب الذي ينقص الفريق البرتقالي؟ ثم معطى اخر, ويوسف فضا يعرف ذلك منذ سنوات, ونهضة البركانيه كانت متميزه في الضربات الثابته, هل بالفعل معين الشعباني عمل على هذا الجانب, تحسين جانب الضربات الثابته التي كانت القوه الضاربه لنهضه بركان لسنوات؟
باش نجمع سؤالين في نفس السؤال ونفس الإجابة، لأنه هي نفس الإجابة للسؤالين. صحيح محاولات كثيرة على المرمى، بتات لا ريسيت تنقص شوية، يمكن شوية قلة تركيز، ولكن نكون فرحان كي يكون محاولات كثيرة، يعني فرص التهديف تكون عنا وقاعدين نوصلوا للجارديان تاع الادفرسير. معناها في مرات عدى في الماتش كيف في الليبالاريتي قاعدين نمسوا فيهم، معناها تشوف أغلبية الكور الليبالاريتي احنا اون لي دوش بون، ليكزيكسيون تكون ممتازة ومن بعد ليكزيكسيون بالراس، ولكن التوفيق بتاتر جانبنا شوية. على كل ما تنساش انه رجعنا في المباريات الأخيرة انه نماركو في الليبالاريتي، دونك هذا عنصر من العناصر اللي تقدر تكون في صالحنا في المباريات القادمة ان شاء الله. السلام عليكم كوتش عبد العراوي على اذاعه MFM. كوتش، بغيت غير واحد المساله يعني للتوضيح في العوده ديال بعض اللاعبين اللي غابوا على المباريات السابقه. كنعرفهم يعني اغلب اللاعبين هذو اللي كانوا مصابين ورجعوا، كنعرفهم بانهم كيدخلوا في المنظومه التكتيكيه ديال كل السيل ديال، يعني كيفاش غادي تتعامل مع العوده ديال هاد اللاعبين في ظل انك يعني راسم خطه تقنيه للمباراه ديال الذهب؟ يظهر لي لهنا تقصد في كامارا والمليوي وكريم بعد وزغوتي. لو سول اللي باش يكون حاضر وسير لو بون هو كامارا، الباقي مش حاضرين مالوريزمون، مازالوا مش 100%، دونك ما يقدروش يكونوا معانا موجودين. انا جو بريفير ديما يكون لاعب حاضر 100%، لانه لو مازال ما تخلصش من الاوجاع مش يكون يعطيك 100% في الملعب، باش تخسر بتاتر هو يخسر يرجع يتصاب مره اخرى ونخسروا التغيير. دونك بور لو مومون الماتش الذهاب يكون معنا ان شاء الله كامارا على الدكه ان شاء الله. prendra les deux dernières questions pour le coach pour donner aussi l'opportunité au capitaine. تفضل. كوتش رحيم مرزوقي، موقع اخبار ونابك ليبيا. الحديث عن مباراة النهائي، تبقى مباراة تلعب الجزئية الدقيقة، نعلم أن المباراة هنا في بركان لابد من الفوز لأن مباراة نياب ستكون صعبة في مصر، وأنتم تعلمون كذلك أن المباراة يعني نياب تكون يعني لها واحد الحافز كبير للفريق اللي يكون مستضيفها. كيف ستتعاملون أولا مع المباراة ومع المجريات تاعها؟ الحديث على غياب عمر العرجون اللي هو لاعب محوري، لاعب كنت تنتظرون يعني على الكاف يقدم أنه يلعب في المباراة هذا، واش كتشوف الغياب ديالو غيكون غياب مؤثر بشكل كبير مع باقي اللاعبين خصوصا اللي هما غايبين في وسط الميدان؟ معناها في الاوقات الاخرى وبالتجارب وفي المباريات الاخرى مش بشرط هي انك تستقبل في ماتش العوده انه يكون حافز كبير، ممكن يكون ضغط اكثر عليك. بطبيعه الحال احنا نتمناو انه نتيجه الذهاب تكون لصالحنا بنتيجه مريحه، ولكن هذا ما يعطيكش معناها كيفاش نقولوها الضمان انك تاخذ الكاس، لان يعني المباراه النهائي باش تلعبها لازم مباريات، واحده في بركان واحده في الزمالك في مصر، ونعرف انه باش نلعبوا في استاد كبير وساعته كبيره وباش يعطيهم حافز، ولكن نعرف بركان متعود بالمباريات الصعيبه ومتعود انه يلعب تحت الضغط الجماهيري، وعندنا التجربه ان شاء الله باش نجري سو ماتش. بالنسبه لعمر العرجون كيف وكيف اللاعبين المصابين الكل كلهم عندهم قيمه فنية وتكتيكية وشخصية حتى في المجموعة، دونك صحيح نفتقدوهم ونتمنى لهم الرجوع في أقرب وقت، ولكن بالتجارب السابقة كنا عندنا غيابات واللي يلعب كان في المستوى وقدم أحسن ما عنده، ما حسيناش إنه فما غيابات. قوة الفريق هذا هو في مجموعته، وإن شاء الله اللي يلعب يقدم أحسن ما عنده إن شاء الله. السلام عليكم. العزيز حمدي، برلمان الرياضي. عندي سؤالين مباشرين. كنعرفوا ان هذا البركانيه نقطه القوه ديالها في اللعب على الاطراف، واش ما كتشوفوش انه حتى بالنسبه للاعلام المصري انه وصل انه كيعرف ولا ان هذا البركانيه اصبح كتاب مكشوف لجميع المدربين؟ لهذا واش غنشوفوا شي استراتيجيه اخرى في هذه المباراه
لانه ما ننساوش ان المباراه ديال الذهبيه مفتاح، لانه كنعرفوا في موسم 2019 مع البركانيه ربحات هنا وخسرات هي بواحد وشاو ضربات جزاء. شكون كتشوفش انه يعني المفتاح ديال النهائي هو المباراه ديال الغد؟ وشكرا. السؤال الثاني، السؤال الثاني بالنسبه للغياب ديال العرجو، واش كتشوف ان كامارا جاهز 100% ليكون البديل الانسب في هذه المباراه؟ الحقيقه راك سالتني اسئله واجاباتها تكون مكشوفه يعني، وهذا الشيء يقول شنو باش يعمل ولا شنو باش يحضر في الماتش وكيفاش يلعب، صعيب شويه معناها يعني. فهمت، خلينا نقول لهم اللاعبين بتاعي احسن. شكرا شكرا. On va passer au capitaine de Mal pour jouer cette finale. Déjà merci à tous et l'ambiance elle est parfaite. Déjà pour jouer une finale c'est une fierté et on va pas s'arrêter seulement à la fierté. Il faut la remporter et rentrer dans l'histoire. Je donne la parole aux confrères journalistes. On commence par Sport. Bonjour Issoufou, Mehdi Foudé, Bein Sport. Vous êtes le seul joueur à avoir disputé la finale il y a 5 ans contre le Zamalek, si je ne me trompe pas. Vous aviez loupé le coche en 2019, c'est clairement un mauvais souvenir pour vous. Est-ce que cette double confrontation contre le Zamalek s'annonce comme une finale au parfum de revanche pour vous sur le plan personnel et également pour l'équipe de la RSB? Et quel serait le message à transmettre de par votre expérience et en tant que capitaine à vos coéquipiers? Merci. Et déjà, en tant que capitaine, j'essaie d'apporter ce calme, cette sérénité au sein de mes joueurs. Et voilà, et je pense que maintenant on a plein de joueurs d'expérience. Et comme vous l'avez dit, j'étais là en 2019 quand on a perdu contre Zamalek. Et je vais bien vous dire que voilà, c'était triste. Je pense qu'on a laissé quelque chose à Zamalek en 2019 qu'on doit le récupérer, Inch'Allah, au match retour en Égypte. D'autres questions? Samir? Et après, c'est Martin, monsieur Mourad, c'est bien. يوسفا دايو، بونجور يوسفا، كنعرفوا انك كتكلم شويه بالدارجه، رسالتك للجمهور البركاني، الجمهور المغربي، فوتر ميساج او بوبليك ماروكان اي سيبورتير بركاني اون اغا. شكرا، شكرا بزاف. جو في دير جو سوي جي لا دوبل ناسيوناليتي. Dieu merci, tous mes enfants sont nés ici au Maroc. C'est une fierté pour moi et voilà, je fais partie des Marocains, de ce peuple incroyable qui aime le foot, qui vit le foot. Et voilà, donc aujourd'hui, comme je l'ai dit la fois passée, on ne joue pas pour le Berkane seulement, on joue pour le peuple marocain. Et je l'ai dit, choukran, choukran mizel. Choukran. D'autres questions? OK, donc merci coach. لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الإعجاب.